قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا بغيتك تتبع معايا الشرح بالحرف وما تدوز حتى شي ثانيه، حيت الا دوزتي ثانيه واحده تقدر تضيع عليك الفيديو كامل وما تفهم حتى شي حاجه. فلهذا كنقول لك تبع الفيديو معايا من الاول حتى الاخر ويلا نبداو الفيديو ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الفيديو ديالنا اليوم هو واحد الفيديو سبيسيال، واحد الفيديو اللي غادي يعطيك واحد الطريقه اللي غادي ان شاء الله بحول الله غادي تحقق منها الدولارات وبواحد طريقة سهلة وبسيطة وسلسة وما كتحتاج منك لا مهارات لا حتى شي حاجة، فقط الهاتف أو الحاسوب ديالك والوقت ديالك وتعرف تخدم بالطريقة اللي غادي نوريك. فإذا كنت أول مرة كتشاهد الفيديوهات ديالي ما تنساش تضغط على زر ديال اللايك وتخلي سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد ديالي فيما يخصه مجال الربح من الإنترنت والربح من اليوتيوب والمعلومات بصفة عامة. فبلا ما نطول عليكم في هذه المقدمة يلا نبداو الشرح ديالنا. اول حاجة غادي تقوم بها اصدقائي غادي تهبطوا للوصف غادي تلقاوني مخلي لكم الروابط ديال المواقع هادو كامل اللي غادي نشرح لكم. الموقع الاول هو exe.io، غندير لكم واحد الشرح بسيطة سهل. هذا الموقع هذا كتربح منه الدولارات عن طريق اختصار الروابط، وهذا الموقع صادق وصادق والناس حبات منه الاموال ديالهم والناس خدامه. موقع قديم يعني ماشي من المواقع الجديده اللي كتنصب على الناس، لا هذا موقع قديم وكل ما خدمتي بزاف وكل ما صورتي بزاف. ولكن المشكله الوحيده اللي كاينه في هذا الموقع هو ان هذا الرابط هذا ديالهم الا اختصرتيه هنايا باش تحطه في مواقع التواصل الاجتماعي ما تيتقبلوش. انا نوريكم دابا حنا باش ما نحرقوش المراحل، انا نوريكم الطريقه كيفاش غيوليو يتقبلوا لكم هاد الروابط هادو على مواقع التواصل الاجتماعي، وغادي نعطيكم هاد الطريقه وهاد الخطه اللي واعره وسهله سهله وبسيطه بزاف وغادي تجيب لكم بزاف ديال الدولارات. فتبع معايا. اول حاجه كندخلوا كنديروا تسجيل الدخول، غنجيو للاشتراك. هنا كدير الاسم ديالك، هنا كدير البريد الالكتروني فين غادي يصيفطوا لك واحد الميساج باش غادي دير الفيريفي. هنا كدير كلمه المرور وهنا كتعاودها وكتفعل هذا الرمز هذا ديال اوافق على الشروط وكدير يسجل. من بعد فاش كدير يسجل كتمشي ديريكت للبواط جيميل ديال الجيميل ديالك وكتفيريفي هذا الموقع هذا باش كيولي فيريفي، مفهوم؟ انا ديجا مشترك معاهم غادي ندير تسجيل الدخول. الموقع ديالنا هو هذا، موقع سهل وبسيط جدا. انا نوريكم بعد الطريقه ديال العمل ومن بعد من تجمعوا الفلوس نوريكم طريقه السحب. هذا الموقع هذا هو هذا الان حنا سجلنا فيه، غادي نجيو للموقع الثاني. الموقع الثاني هو هذا، حتى هذا موقع ديال اختصار الروابط، ولكن هذا الروابط اللي غادي نختصروا هنايا ما يمكنناش نربحوا منهم، ولكن هذا الموقع هذا هو اللي كيدوز لنا الروابط ديال الموقع الاول اللي كنختصروا منه الروابط، مفهوم؟ هذا كيتوتوريزا في الفيسبوك وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، يعني غادي نختصروا هنا ونوليو نختصروا هنا عاد نوليو نحطوا في الفيسبوك. تابع معايا الطريقه جيده. غادي نتسجلوا في هذا الموقع هذا، حتى طريقه التسجيل سهله وبسيطه بحال طريقه التسجيل الاولى. انا غادي نخرج من هنا باش غادي نوريكم الطريقه ديال التسجيل. هانتوما اشتراك مجانا. هنا كدير الاسم ديالك وهنا كدير الايميل ديالك وهنا كدير الباسورد وكدير هاد العلامه هادي وكدير ساين اب ويد ايميل. فاش كدير ساين اب ويد ايميل كتجي لبواط جيميل ديالك كتلقى يوصلك واحد الميساج وغادي دير فيريفي ايميل نفس الطريقه ديال الموقع الاول. من بعد ما كنتسجلوا في هاد المواقع هادو بجوج غادي نسجلوا في هاد المواقع هانتوما باش تعرفوا. هنا مثلا غادي نديروا اول طريقه للعمل، علاش غادي نخدموا دابا؟ تابع معايا مزيان. دابا عادي يبدا الخدمه ديال بصح. شنو هو النيتش اللي الناس مهتمين به بزاف؟ شنو هو المجال اللي الناس كيبغيوه وكلش غيتفرج له؟ كتضمن اي واحد غادي يكليكي على ديك الرابط باش انت تصور الفلوس، شنو هو في نظرك احسن مجال؟ وهو مجال الاخبار، لان المجال ديال الاخبار كيهتم به اي واحد، الكبير والصغير، الدري والبنت، الراجل والمراه، كيشمل كل شيء. وما دام حنا الان في واحد الوضعيه ديال الحرب ما بين روسيا واوكرانيا خاصكم تستغلوا الترندات، لا تستغلوا داك الشيء اللي كيكون حصري. يعني اول حاجه غادي نقوموا بها غادي نمشيو للمتصفح جوجل، غادي نديروا جوجل .com وهنا غادي نديرو اخبارنا المغرب.
كنت في الجزائر دير اخبارنا الجزائر، كنت في تونس اخبارنا تونس، اخبارنا مصر. المهم اي دولة هادشي كيشمل اي دولة غادي نديرو الاخبار. جميل. دابا دخلنا للموقع، غادي نجيو لروسيا تغزو اوكرانيا. فاش كتنبثق لنا الصفحه هكا، يعني دابا هذا العنوان هذا واحد العنوان زوين اللي غادي يجلب الناس بزاف وكلشي غادي يبغي يقراه. اوكرانيا اي استفتاء روسي في الاراضي المحتله لن يكون له اساس قانوني. يعني الناس من غادي تقرا هذا العنوان هذا غادي تضغط، غادي تشوف، تبغي تشوف شنو كاين. حنا باش غادي نخدمو هكا غادي نستغلو غير الفيسبوك ديالنا الشخصي، هو اللي غادي نجيبو منو الزيارات وهما اللي غادي نربحو منو الدولارات. فلا كانت عندك باج فيسبوك كان احسن، غتولي كتدخل من الباج وكتدخل من اختصار الروابط. كانت عندك قناه في اليوتيوب كذلك، غتولي كتدخل من القناه اليوتيوب ومن اختصار الروابط. مفهوم؟ مفهوم. حنا الان بالنسبه كنهضروا على الناس اللي ما عندهم حتى شي حاجه، ما عندهم قناه في يوتيوب، ما عندهم باج فيسبوك، ما عندهم حتى شي حاجه، عندهم الحساب الشخصي فقط، فتا هما يمكن لهم يربحوا الفلوس. كنجيو كنهزوا هذا الرابط هذا، كنجيو للموقع الاول اللي هو oxo.io، غادي نديروا انشاء رابط. كنديروا انشاء رابط، ها الرابط هو هذا الرابط طويل عندنا، غادي نختصره. من بعد فاش كنختصروا هذا الرابط هذا كنديروا له ينسخ، وكنجيو للفيسبوك وكنبغيو نحطوه. مثلا هو هذا هنا، غنبغيو نحطوه هنا. ها انتما لا يمكنك استخدام عنوان هذا العنوان، هذا كيخالف السياسات ديال المجتمع ديال الفيسبوك. يعني حنا باش كندي نديروا نربحوا الفلوس خاصنا ما نديرولوش نقبطو كوبي وكولي هكا، لا خاصنا نديرو الطريقه اللي غادي نوريكم انا دابا. كنجيو لهنا وكنوليو ننسخو الرابط، كنوليو نجيو لهنا ونجيو لهذا المكان هذا، ها هو هذا المكان هذا، وكنديرو هنا باست كولي، وغادي نوليو نجيو نهزو داك العنوان، هذا العنوان هذا ها هو اوكرانيا، غادي نوليو نديرو لو كوبي، وغنوليو نجيو نديرو نجيو لهنا ونجيو لهنا، وغادي نوليو نديرو لاصق نسخ لاصق. عمليه سهله وبسيطه، ما كتطلبش شي حاجه اللي خاصك ها هو دابا عندنا الرابط جاهز، ها هو هنايا. يعني غادي نديرو له هكا، وغادي نديرو له يشارك، وغادي نديرو له ينسخ، وغادي نجيو للفيسبوك مثلا. نجيو بعدا نهزو الصوره، الصوره هذه، لان كل ما كانت الصوره تيولي داكشي كيثير الانتباه. نصوف غارديو هاد ليماج، ها هي صوف غارد. غادي نجيو للفيسبوك وغادي نديرو انشاء، غادي نديرو اضافه مقطع او صوره، غادي نحطو الصوره اللي هزيناها من تمايا هكا، هي هادي عندنا الصوره. وغادي نقومو بينسخ، وغادي نجيو نحطو الرابط تما، ها هو نديرو له باست، ونوليو نهزو عاوتاني هذا العنوان، نوليو نجيو نديرو له ها انت، وغادي تكتب هنايا، تكتب مثلا هنا للمزيد من المعلومات انقر على الرابط، ها هو. غادي نهزو هذا ونجيو للفيسبوك، وغادي نديرو هكا، سهلة وبسيطة هكا. دابا غادي نديرو نشر. دابا ها هو داك الرابط في الاول ما كانش كيدوز، من درنا له هاد الطريقة هذا ولا كيدوز. دابا اي واحد نقر على هاد الرابط هذا غادي تحولو لكم ديريكت نتوما الاموال ديالكم لهنايا، هنا ها فين يتحولوا لكم الاموال ديالكم. هنا شحال الناس بركوا على داك الرابط، وهنا شحال الارباح ديالك. هنا كل ما دخلوا الناس بزاف كل ما الارباح ديالك كتضاعف. هنايا ها فين هنا كيحسبوا لك الارباح ديالك اليوميه، ها هما الارباح ديالك اليوميه هنا كتربح، هنا كيجمعوا لك الارباح ديالك. وكل ما خدمتي بزاف ونشرتي في الصفحات بزاف كل ما كتربح بزاف. كنجيو لكيفاش غادي نسحبوا الاموال ديالنا، كنجيو لهنا لينسحب، ها هو هنا ينسحب، كنديروا اوكي. هنا
يجب ان يكون المبلغ السحب مساويا او اكثر من 5 دولار. يعني فاش نوصلوا حنا هنا للرصيد ديالنا ال 5 دولار راه غادي نسحبوا الاموال ديالنا بكل سلاسه البايبل باير من ما بغينا حنايا ديك الساعه الا داك ويسترن يونين، حيت هذا ما كيدعمش ويسترن يونين، غادي دوزهم ديريكت للبايبل او الباير، ومن الباير كدوزهم البطاقه البنكيه ديالك او كتشري بهم اي حاجه بغيتي تشريها من الانترنت. ف مفهوم دابا هادشي، يعني هاد الاخبار هادو غتبقى تشوف بزاف ديال المقالات، انت ما تنشرش غير مقال واحد. وشحال تخدم كاع انت في النهار في هادشي؟ تخدم كاع ساعات المقاله من تبغي هذا بالليل من تشوف كلشي مكونيكتي بزاف. احسن حاجه هي تكون عندكم مدونه ديال بلوكر، بحال دابا في بلاصه ما تدوزهم لهذا الويب سايت هذا وتقاد تزيد لهم هما الزوار تزيد لهم، ولكن كمبتدئ ماشي مشكل، وتبقى تزيد الزوار راسك نتايا في المدونه ديال البلوكر ديالك، حيت كل ما دخلوا عندك الزوار المدونه ديال البلوكر غتولي تربح الفلوس من المدونه ومن اختصار الروابط ومن الباج ديالك فيسبوك، يوليو عندك 3 ديال المداخل. يعني الا دخلتي من اختصار الروابط مثلا نقولوا غير 50 دولار شهريا من اختصار الروابط، هي 50 دولار او 100 دولار شهريا، ودخلك الفيسبوك مثلا حتى هو 100 دولار شهريا، ودخلتك المدونه ديالك ديال بلوغر 100 دولار شهريا، شحال تعطينا؟ تبارك الله راه الخير والبركه، 300 دولار شهريا. هادشي راه غير كبدايه، راه الناس راه تدخل غير من المدونه ديال البلوغر 1000 دولار 2000 دولار شهريا غير من المدونه ديال البلوغر بلا اختصار روابط بلا وبلا وبلا. باش ما نطولش عليكم، كنتمنى ان هذا الشرح يكون مفيد بزاف، ما تنساوش تدعمونا بزر ديال لايك وتخليو كومونتير، ونتشوفوا ان شاء الله بحول الله في الحلقة القادمة.